بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وأحبائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في نصيحة جديدة من النصائح العشر قبل الامتحان بعنوان لا تؤجل. الحقيقة من خلال خبرتي مع الطلاب عارف أن معظمكم أجل حاجات. النهاردة أنا جاي بقى في الفيديو ده أقول لكم اللي مأجل الحاجة دي بسرعة لو سمحتوا يعملها. الناس اللي مأجلة أنها تقرأ التعبير ليلة الامتحان لو سمحتوا يقوموا بسرعة يكتبوا موضوع تعبير ويجربوا ويظبطوا الوقت بتاع التعبير. الناس اللي مأجلة الفصول الأخيرة من قصة الأيام لما قبل الامتحان بيوم لو سمحتوا يقوموا يقروا الفصول ديت ويحاولوا قدر الامكان ان هم يلخصوها علشان يمسكوها، مش يلخصوها يعني يكتبوا ملخص، لا يلخصوها بمعنى ان هم يطلعوا الافكار الاساسيه والشخصيات الاساسيه وبعض معاني الكلمات وما ياجلش الفصول الاخيره من قصه الايام. الناس اللي مأجلة حفظ النصوص المقررة عليك حفظ زي غربة وحنين وزي الشعر وصورة الكمال وزي الجزء من النصور اللي هو آخر مقطعين إلى آخره، مكتوب طبعا على صفحة بنذاكر النصوص الحفظ المقررة حفظ، لو مأجل النصوص دي حفظ لو سمحت بسرعة قوم احفظها، لأن التأجيل ده هيعمل نوع من التراكم في اليوم الأخير اللي انت ظانن بقى ان انت ليلة الامتحان هتعمل كل حاجة. لا لو سمحت بلاش كده، لأنك هتلاقي اليوم الأخير مش عارف تعمل حاجة لأنك مأجل حاجات كتير. كمان افتكرت اقول لكم دي مهمة جدا، الناس اللي مأجلة تقرأ الدين يوم الامتحان بالليل او ليلة الامتحان بالليل لو سمحتوا تقرأ الدين من دلوقتي علشان يتكرر، لأن الدين منهج كبير مش هتلحق تقرأه ليلة الامتحان. فبلاش حكاية التأجيل ده يا جماعة، وهجمه بمعنى كلمة هجمه على مشاكلكم. ومن ضمن الحاجة اللي تقدر انت يعني تظبط بيها حكاية ان انت تشوف انت مأجل ايه، امسك فهرس مادة وحط علامة من ثلاثة دايما اقولها للطلاب، حط صح او غلط او صح على شرطة او غلط. الصح انك مذاكر الدرس ده كويس ويدوبك يعني محتاج قرايه بس، الصح على شرط انك من زمان ما فتحتش الجزء ده فنفسك انك انت تذاكره او تقراه. اللي عليها غلط دي انك انت كنت غايب في الحصه دي في الدرس ما رحتهاش، انك ما حضرتش الدرس ده، انك عمرك ما ذاكرته. لا الحاجات دي ما ينفعش تتاجل خالص ليله الامتحان ولا قبل الامتحان، والتاجيل بيجيب تاجيل زي ما احنا عارفين، فما ينفعش نخش الامتحان واحنا سايبين دروس يا جماعه. فالطريقه ان انا اقيم نفسي واعرف في الفهرس بتاع الماده الدروس ايه وزنها جوايا، ايه مدى اتقاني لها، يعني ده من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي بتعجل بانك انت تقضي على مشاكلك ان شاء الله وتدخل الامتحان وانت مطمئن القلب والعقل باذن الله رب العالمين. فلا تؤجل يا شباب، والنصيحة معروفة لا تؤجل عمل يومي الى الغد كلنا عارفينها، لكن عايزة بقى التطبيق العملي. الحقيقة بالنسبة لا تؤجل دي برضو عايز اقول او اكلم الناس اللي هي يقولك انا عايز اجل مواد او عايز اجل السنة. النقطة دي يعني مهمة قوي، يا ترى مين اللي المفروض يأجل؟ لان انا بسمع طلاب كتير قوي يسألوا في التليفون استاذ انا عايز اجل، ايه اجراءات التأجيل؟ فطبعا الناس كتير على طول يوم داخل في اجراءات التأجيل، يا ابني ما تروحش خالص والسنة الجاية اعمل استمارة جديدة، هتخش فعلا دي فعلا في القانون انك لو ما رحتش المواد كلها ولا دخلت المواد كلها وجيت السنة الجاية دخلت وعملت استمارة جديدة، اهم حاجة تعمل استمارة جديدة ورقم جلوس جديد هتاخد الدرجات بتاعتك، يعني انت كده اجلت السنة. او تقسم يعني تمتحن في ثلاث مواد وتأجل ثلاث مواد، دي ناس كتيرة قوي بتكلمني في الموضوع ده. بس الحقيقة قبل ما نعرف ايه اجراءات التأجيل ولا الكلام ده كله، هو يا جماعة المبدأ ان انا اول كل مشكلة بقى هقابلها اروح مأجل؟ يعني مين اللي يأجل؟ يعني نرجع لكلامنا ونركز فيه شوية، مين اللي يأجل؟ اللي يأجل يا جماعة السنة ده اللي هو لا قدر الله اللي عامل عملية وكان مريض طول السنة او معظم السنة او شهور كتيرة، مع ان والله العظيم بيتصلوا بيا الناس ديت وبيقولوا لي لا احنا مش هنأجل وهنخش، ولاقي الناس الاصحاء اللي طول السنه ربنا نعم عليهم وكويسين يقول لك عايزين ناجل. فجماعه التاجيل ده مش حاجه بسيطه كده، فاللي بياجل ده بقول لكم اللي كان عنده ظروف مرضيه، اللي كان عنده ظروف اجتماعيه كبيره قوي في السنه ديت لا قدر الله، من اي ظرف اجتماعي كبير او ضخم في الاسره او في احد افراد الاسره او غيره، حفظ الله اسرنا جميعا. ده اللي ممكن اقول لك ان هو ممكن لو الموضوع يعني اثر فيه قوي وفرق معاه قوي ممكن اقول لك عنده عذر ياجل.
مثلا اللي فعلا يعني ما كانش بيروح دروس خالص ولا فتح الماده خالص ولا يعرف عن اي حاجه خالص، لا ده انصحه. في ناس كده، في ناس حصل لهم كده واكتشفوا يعني ضلوا الطريق وبعدين جم اهتدوا في الاخر ولقوا نفسهم مش عارفين يلموا الحاجه والماده ضخمه والمناهج ضخمه فمش عارفين يلموا، ماشي. لكن الطالب بقى، نيجي بقى للطالب بقى اللي هو ايه تاني بقى اللي ما ينفعش اجل خالص ولا يجيب سيره التاجيل دي خالص. الطالب بقى اللي بيروح دروسه عادي، كان بيروح دروسه، مش بيروح دروسه 100% يعني، بس بيروح الدرس، بيروح الدروس وبيسمع من الاستاذ. الطالب اللي ذاكر شويه وساب شويه لا، الطالب ده ما ياجلش، الطالب ده يعرف كويس قوي انه يقعد على كتابه دلوقتي وربنا يهديه ان شاء الله باذن الله، والفكره اللي خدها عن المناهج ربنا ان شاء الله باذن الله هيفكره ويبذل بقى قدر طاقته، علشان التاجيل ده مش ببلاش، التاجيل ده بسنه راحت من عمرك وبمصاريف جديده، والله اعلم بقى هل يطيق اولياء الامور ذلك او لا يتقون. فارجوكم ما تحملوش نفسكم ولا اولياء الامور اكتر من طاقتهم. فمساله التاجيل دي مش زرار هدوس عليه يا جماعه، والا هبقى طول عمري كده. وهتيجي السنه الجايه على فكره، الناس اللي بتاجل بدون اعذار دي هتيجي السنه الجايه هتاجل برضه، وكل مشكله في حياته هياجل، وده نوع من الهروب وليس التاجيل. فلذلك يا شباب بقول راعوا قوي التاجيل مش ببلاش، التاجيل عاقبته ماديه كبيره، فلوس تاني ومصاريف تاني لدروس وغيره. التاجيل عاقبته المعنويه كمان كبيره، انك تحس ان زمايلك سبقوك، وتخش بقى على الفيسبوك تلاقي زمايلك بقى كل واحد بقى واخد سيلفي في الجامعه وانت قاعد في البيت هتزعل. فبلاش، عشان ايه يعني، خليك جدع كده وواجه المشكله وابني يعني طريقه حلك للمشاكل على التحدي وعلى المواجهه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا اولاد بيقول في الاثر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نحن قوم نتهيأ للبلاء حتى اذا وقع قطعناه. عادي، ابتلاء، امتحان ثانوية عامة ابتلاء، وعايزك تقطع هذا الامتحان وتتهيأ ليه وتستعد ليه. فاستعن بالله يا بني ولا تعجز، ما هو التأجيل ده نوع من العجز. الرسول صلى الله عليه وسلم علم الغلام لما كان راكب وراه قال له ايه، استعن بالله ولا تعجز. فشباب ارجوكم يعني لا تؤجلوا ولا تفكروا في التأجيل الا باسبابه المنطقية، ما تأجلوش اي حاجة في المذاكرة، وخلصوا اول باول اللي عليكم، وزي ما قلت لكم لا دين ولا تعبير إلى آخره. فأبناء الطلاب أرجو أن أكون قد نبهتكم إلى أمر قد تغفلون عنه، وإلى النصيحة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.